السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم، هانيين، كلشي في امان الله. يوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نحضرو فيه ورقة البسطيلة. اللي غنحتاجو ليها كاس دقيق، قطو كاس الماء، قبيصة الملحة، معلقة ديال النشا. غادي نبداو، بسم الله، نديرو كويس الدقيق. غادي نزيدو عليه كاس الماء، والمعلقة ديال النشا، وقبيصة الملحة. غادي نميكسيو كلشي، بسم الله. غادي نخلطو البنات الخليط مزيان حتى يتجانس، وغادي نخليه يخمر يرتاح واحد 10 دقائق، وعاد غادي نعاودو نرجعو باش نشوفو مع بعضنا طريقة الخبز. رجعت معاكم البنات، هانتوما هنا درت باماغي، درت كاسخول فيها ما حطيت عليها مقيلة تكون ما كتلصقش. هنا خويت الخليط ديالي في جبانية. ضروري غنحتاجو الشيزة، هنا عندي واحد شويه زيت المائده، واحد شويه هكا باش ندهن. راه ديجا درت الاولى، بسم الله. هانتوما البنات، ضربه ملاصقه مع الاخرى، ونعاودو. بليكم شي بلاصه ما فيهاش، هانتوما دهنوا بحال هكا، تقدروا تعاودوا. ها هي بدات كتطلع من هاد البلاصه، هانتوما شوفوا. غنحيد البلاستيكه ضروري. المهم الاولى رانا دهنتها، نحيد بشويه بشويه. حال هكا نحطها فوق اختها، وغادي ندهنها باش ما تلصقش ليا. ضروري تغطيو البنات. بالنسبه لي انا البنات، ما كنقليش لا لينام لا بريوات لا حتى شي حاجه، ماشي مشكل. كنكثر شويه الزيت باش ملي ندخلهم الفران يجيو مقرمدين. غادي نعاود معاكم نفس العمليه، بسم الله. ضربه ملاصقه مع ضربه. هانتوما كما كتشوفوا انا كنعاود 3 المرات، الا بان لكم شي قنيت ما فيهش عاودوا. ولا كنتو غادي تهزوها وبدات كتقطع، ماشي مشكل، عاودوا حطوها ودهنوا ديك البلاصه اللي بانت لكم غادي تقطع، وهزوا في حفظ الله وامانته. صافي، هي بدات هنا كطلع.
بسم الله. ها هي البنات كما كتشوفوا، نحيل البلاستيك ونحطها على اختها وندهن كيف العاده حتى نكمل الكميه اللي عندي. غادي نكمل بحال هكا البنات حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. غادي نكمل هكا ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. رجعت معكم البنات من بعد ما كملت الكميه ديال الخليط اللي عندي، هانتوما كما كتشوفوا ورقه ناجحه 100%. هاد الكميه خرجت لي 15 وحيده. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتزعموا. انا دابا صيبتها في الليل، بس الصباح ان شاء الله نلقاها واجده ونعمرها وغادي نشاركها معاكم معمره. كل من شاف الفيديو ديالي دعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس والبارطاج مع الاصدقاء والعائله باش حتى هما يستافدوا. فيديو جاي وصفه جديده ان شاء الله. عوشكم مبروكه ورمضان كريم ينعاد عليكم وعلى احبابكم باليمن والبركات، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. بسلامه.